للمزيد ينضم إلينا محمد الأسمر رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات. أهلا وسهلا بك سيد الأسمر. ماذا عن الإفادات التي تأتيكم تباعا من الأراضي الليبية حول طبيعة التطورات الخاصة بأعداد الجفامين أو المفقودين؟ أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله. إلى حد الآن فإن أعداد الذين قضوا نحبهم تجاوز 5500، ويتجاوز العدد الآن 12000 مفقود في مدينة درنة لوحدها. وإلى حد الآن عمليات الإنقاذ تعمل بشكل مكثف على استخراج الجثمين للضحايا من عمق البحر المشاطي لمدينة درنة، وأن هذه العمليات أخذت في ذروتها اليوم بعد وصول الإمدادات الدولية وباقي الإمدادات من كافة المناطق الليبية وفي مقدمتها الدعم اللوجستي القادم من جمهورية مصر العربية. أي العقبات تبدو أكبر في هذه المرحلة للوصول إلى الجثامين أو إلى الجثث، سواء كانوا ضمن من فقدوا في مياه البحر أو الذين فقدوا تحت ركام المنازل التي تهدمت؟ العقبة الأولى الآن وبعد انحسار السيول وسح الأمطار هي متمثلة في الانجراف في التربة، إذ أن التربة الصينية التي تخلفها السيول والفيضانات هي ذاهبة بالانجراف المتلاحق، وبالتالي العملية الآن في اليابسة هي شبه معقدة وتحتاج لتعامل خاص وآليات خاصة، ناهيك عن أن الحيين الكبيرين في مدينة درنة، حي الصحابة وحي الوادي الذي غمرته المياه ثم جرفته السيول باتجاه البحر، لا تبقى عمليات إلا اتصال الجزء أما عمليات الإنقاذ فالعائق الأكبر بها هي الانجرافات الحاصلة تحت ركام المباني، خاصة أن نسبة كبيرة من طبيعة البناء في هذه المنطقة هو بناء خرساني. طريقة التعامل على المستوى القبلي على المستوى العائلي، لأن الامتدادات العائلية والقبلية معروفة تماما في تكوين المجتمع الليبي، كيف تدار هذه المسألة في وقت نكبة ومأساة كبيرة كالتي تعيشها ليبيا هذه الأيام؟ أولا من خلال هذا السؤال أتوجه بالتحية لأبناء القبائل في المناطق الشرقية وعموم ليبيا الذين هبوا بالتعاضد، ولكن تحديدا عندما تعرضت مدن مثل البرج وسوسة والبيضة لكارثة دانيال، ولكن أخف وطأة من تعرض له درنة، داووا جراحهم ورمموا ما يمكن ترميمه واتجهوا فورا إلى درنة. أما عن التعامل القبلي فكان له الأثر الإيجابي منذ الساعات الأولى قبل وصول الجهات الرسمية بمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكذلك انتشال الجثث الأولية والتنسيق مع المناطق المجاورة مع القبائل المتاخمة لهم في عملية نقل الجثث ودفنها. ونعرف أن الجثمين التي كانت في مدينة درنة تم دفنها في مناطق خارج درنة نتيجة لعدم الإمكانية في ذلك، وأيضا أصبحت هناك القبائل تعمل الآن صناديق للإحصاء المبدئي لمساعدة الجهات الرسمية، وكذلك التعاون في إيصال الإمدادات التي تصل من المواطنين أو من الدولة الليبية أو التي تصل تباعا من خارج الدولة الليبية نتيجة لإعلان درنة منطقة كوارث. الأحياء السكنية التي لا تزال باقية في مدينة درنة هل لا تزال صالحة للعيش؟ هل لا يزال فيها مواطنون من الذين كانوا في مدينة درنة وقت وقوع هذه العاصفة التي تحولت بعد ذلك إلى كارثة مركبة؟ الأحياء التي لم تتضرر، وعندما أتكلم على الأضرار أضرار كلية وجزئية ولكن حتى الجزئي منها فهو بالغ الأثر بالضرر، التي لم تتضرر هي الأحياء الواقعة في شرق مدينة درنة، وهي تعتبر ملاذا جزئيا للمواطنين الذين فروا وتمكنوا من الفرار من السيول والفيضانات والانجراف البحري وتم إيواءهم من قبل أهالي هذه البيوت والمساكن، ولكن هي نسبة قليلة تعتبر لأن الزخم والكثافة كانت في منطقة الوادي الآهلة بالسكان وبمحاذاة شاطئ البحر في حي الصحابة وحي الوادي. ونحن اليوم نتكلم عن 15% إهلاك تام و10% نسبة الضرر بها 80%، وبالتالي هذه 25% تحديدا المدمرة تماما نسبة الضرر بها بالغ، والبقية تتفاوت الأضرار وتتذبذب
حسب الموقع الجغرافي كلما ابتعدت عن مسار الوادي ومصب. لكن في باقي هذه الأحياء لا تزال المرافق تقدم خدماتها على مستوى عمل مرفق الكهرباء، على مستوى عودة المياه إلى بعض هذه الأحياء التي لا تزال مؤهلة أو قابلة للسكنة، عادت ولا ليس بعد على الأقل بصورة كلية؟ أصبحت تعود شيئا فشيئا منذ الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا. الكهرباء كانت مقطوعة بالكامل منذ صباح الأحد، وكذلك الاتصالات والتواصل البيني، الطرق بالكامل الداخلية أو المؤدية للمدينة من خارجها دمرت وزرفت بالكامل. لن تبقى إلا طريق واحدة من خارج المدينة وتعرف بطريق الظهر الأحمر، وهي أيضا الآن مهددة بالانجراف نتيجة السيول التي تعرض لها منطقتي التميمي والمخيلي المحيطين بشكل شبه هلالي في جنوب مدينة درنا. الخشية في هذه الآونة من الذين انضموا إلينا من مسؤولي القطاع الطبي في ليبيا يقولون أن الخشية الحقيقية الآن باتت مرتبطة بمخاطر الأزمة البيئية على خلفية انتشار بعض الجثث في شوارع مدينة درنا، وربما حتى خروج رفات بعض الموتى من القبور على خلفية موجات المياه التي كانت مرتفعة للغاية. هل من طريقة يمكن أن يتم التعامل معها بصورة واضحة، أو التعامل مع هذا الخطر باعتباره خطرا أساسيا؟ نعم، إدارة الأزمة المحلية وبالمساعدة الإقليمية وفي مقدمة الخبرات التي قدمت جمهورية مصر العربية وعلى رأسها زيارة رئيس الأركان القوات المسلحة المصرية، ترتكز بالمعالجة الآنية بانتشال الجثث وكذلك الإنقاذ في مراحله الأولية، ولكن المرحلة الثانية هي ما بعد التعامل الآني، ما يتعلق بانتشار الآن بعض الأمراض والأوبئة المحتملة في مثل هذه الحالات. وقد تم توريد عدد من العقاقير والأدوية والمعدات الطبية للتعامل مع ذلك، وتزويد المواطنين أيضا بلقاحات وكذلك الكمامات المطلوبة في الحد الأدنى. وفي المدى الطويل هذا الموضوع سوف يأخذ من 30 إلى 45 يوم في عمليات التمشيط التامة بالتحفيز في البحث ومعالجة بعد ذلك كافة الأضرار المتعلقة بالبيئة، خاصة ما حدث ما بعد السيول. هناك انجرافات لازالت مستمرة أدت حتى إلى جرف المقابر الحديثة التي تم دفن بها الضحايا. نعم، وطريقة التعامل هذه يجب أن يتم مراعاة فيها بعض الأبعاد الصحية الأخرى، أم إن لدى ليبيا ما يؤهلها ربما من الإمكانات على المستوى التقني وعلى المستوى الخبرات للتعامل مع محددات بهذا الشكل؟ لا، تقنيا منذ بداية الأزمة ليبيا بحاجة لدعم تقني ولوجستي. أولا هذه الأزمة هي استثنائية، ليست لليبيا فقط، لو حدثت في أي مكان من العالم فهي استثنائية. وليبيا تمر بحالة خاصة منذ 2011، مدينة درنا هي كانت غير مستقرة لعند 2018 عندما قامت قوات المطلع العربية الليبية بدحر حلول داعش منها، لم تستقر تماما، وكذلك عموم المنطقة الشرقية والجنوبية وعموم البلاد الليبية. وبالتالي الأجهزة والمعدات هنا ليبيا في الجانب التنموي لديها نقص كبير وكبير منذ عام 2011، وبالتالي تم التركيز أن تتركز في الدعم الفني والطبي، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي والطبي الوقائي منهم والاحتراز والعلاج. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الأسمر، رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات، على انضمامك إلينا. شكرا جزيلا لك.